السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. حديثنا حول جهاز جنتر. تحدثنا في حلقتين ماضيتين حول طرق التعامل مع هذا الجهاز في تربية الملكات. اليوم سنتحدث ونكمل الحديث حول نجاح عملية تربية الملكات بهذا الجهاز في اليمن، رغم أن هناك كثيرا من الإخوة النحالين يشككون في نجاح هذا الجهاز في تربية الملكات من السلالة اليمنية. على العموم نجحت الفكرة، ولكن كان هناك بعض الأخطاء التي قمنا بها أو تناسيناها غير مدركين أهمية ذلك. حصلنا مع هذه الأخطاء على 14 بيتا ملكيا، بنفسي أعتبره إنجاز لأنها أول مرة أتعامل مع هذا الجهاز رغم وجود أخطاء. لكن نصيحتي لكم، عند الفشل لا يأتي اليأس، عند الفشل نقوي العزيمة ونكرر العملية حتى تنجح، وسيكون لنا دروسا في قادم الأيام حول ذلك الموضوع أو حول تربية الملكات بجهاز جنتر بأساليب مختلفة، أستفيد أنا وتستفيدون أنتم في هذا الموضوع. تربية الملكات بجهاز جنتر يعتبر قفزة نوعية في تربية الملكات. سنتحدث في هذا الفيديو أو سنشرح تجربة وواقع عملي، ونشرح من خلاله كيف تم وكيف حصلنا على الملكات. فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية. طبعا هذه هي الخلية المتممة التي سنربي فيها الملكات كما أسلفنا الذكر في الفيديوهات السابقة. اليوم سنعرض عليكم ما تم وما قمنا بإنجازه بهذا الجهاز رغم وجود بعض الإخفاقات كما تحدثنا سالفا في بداية الفيديو. ما تشاهدون الآن هو أمامكم عبارة عن 5 إطارات من النحل، إطارين التي فيها الكؤوس الملكية أو السدابات المثبتة فيها الكؤوس الملكية. قمنا بالتدخين حتى يهدأ النحل، وسنقوم بالكشف. طبعا الإطار هذا في تغذية، وكذلك الإطار الآخر الذي كان فيه عبارة عن حضنة مغلقة. تم خروج النحل منه أو الحضنة خرجت، وقام النحل بتخزين العسل فيه. طبعا هنا يوجد خنفساء قمت بإزالتها من الإطار الذي أخرجته من الخلية كما تشاهدونه على الأرض. كما تشاهدون أمامكم طبعا الخلية المتممة، سأقوم بإعادة الإطار إليها، بس أنا أتفحص وأتأكد عدم وجود بيوت ملكية في هذا الإطار للتأكيد فقط. كما تشاهدون الآن سنقوم بإخراج الإطار رقم 1 الذي فيه الكؤوس الملكية، وهذه هي كما تشاهدون أمامكم هذه هي الكؤوس. هناك بيوت ملكية موجودة كما هو واضح بالصورة، وهناك بيوت لا توجد فيها يرقات ملكية أو ماتت بفعل فاعل أو بمشاكل
غير مناسبة أو النحل لم تناسب هذه اليرقة فتخلص منها. هذا هو الإطار الأول، وهذا الإطار الثاني كما تشاهدون أمامكم. النحل متجمع على البيوت التي فيها الملكات والتي قد قام بإغلاقها فعلا. نقوم بإعادة الإطار. الإطار هذا قمت بوضع كؤوس ملكية فيها بيض للتجربة، هل يتقبلها النحل أو لا؟ طبعا لم يتقبلها النحل. النحل لا يتقبل البيض من جهاز جنتر. هذا ما اكتشفته من خلال التجربة ومن خلال ما يتم نقاشه في بعض المنتديات العربية والحديث حول نقل البيض مع الكؤوس الملكية، أن النحل لا يتقبلها ويقوم بإخراجها من الكؤوس الملكية. طبعا هذا الإطار إطار تغذية كله عسل وحبوب لقاح، فقمت بوضع الكؤوس في إطار العسل. والأفضل أنه يتم وضع الكأس مع اليرقات. الآن كما تشاهدون أمامكم هذه الكؤوس الملكية والنحل متجمع عليها وحولها، التي حصلنا من خلالها على أكثر من ملكة، وقمنا بنقل الكؤوس الملكية كما تشاهدون مثل هذا إلى إطارات أو إلى تقاسيم جديدة، وقمنا بتثبيتها في الإطار كما تشاهدون أمامكم. هي الآن مثبتة بهذه الطريقة والنحل متجمع حولها ومنتظر خروج الملكة بشغف. الخلية قمت بتيتيمها 24 ساعة ثم إنزال البيت الملكي. طبعا هذه بعض البيوت الملكية التي حصلنا عليها من جهاز جنتر، والتي قمنا بتجهيزها وتقسيم بعض الخلايا وتثبيتها في بعض الإطارات من إجمالي 14 بيتا ملكيا.